لا تزال فرق الإطفاء تسابق الزمن لإخماد الحرائق المندلعة في عدة مناطق من دول أوروبية من بينها فرنسا وألمانيا، في حين أسفرت عن وفاة مئات من الأشخاص في إسبانيا والبرتغال. ولم يتراجع مستوى تأهب عناصر الإطفاء لإخماد حرائق السبت، خاصة في جيروند الفرنسية، حيث اندلعت النيران في نحو 10,000 هكتار من الغابات. وواصلت عدة دول في أوروبا الغربية مكافحة حرائق الغابات المدمرة أمس نتيجة موجة الحر التي بلغت أرقاما قياسية، وهذه ثاني موجة حر تشهدها أوروبا خلال شهر واحد. ويعود تكرار هذه الظواهر إلى تصاعد انبعاثات الغازات المتسببة في الانحباس الحراري وللاحترار المناخي وفقا للعلماء. وفي إسبانيا لا يزال 20 حريقا مستعرا في الغابات وخارج نطاق السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد، حيث دمرت الحرائق 4,400 هكتارا من الأراضي هذا الأسبوع، وسمح ل 300 شخص من أصل 3,000 بالعودة إلى منازلهم. في المقابل شهدت البرتغال هدوءا صباح أمس في نسق مواجهة النيران، حيث تمت السيطرة على أكثر من 90% من الحرائق وفقا للحماية المدنية البرتغالية. وفي هولندا أعلن المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة عن خطة وطنية لمكافحة الحرارة، وأصدر تحذيرا من ضباب دخني كثيف في كل أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم، كما توقع ارتفاعا في درجات الحرارة في الأيام المقبلة. وفي شمال أوروبا أصدرت وكالة الأرصاد الوطنية أول تنبيه أحمر من الحرارة الشديدة، محذرة من خطر على الحياة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أولى أيام الأسبوع إلى 40 درجة مئوية. وفي مناطق أخرى من العالم تسببت درجات الحرارة المرتفعة في حرائق بالغابات، خاصة في شمالي المغرب حيث قضى شخص ودمرت نصف المساحة التي طالتها النيران والمقدرة ب 4,600 هكتاراً.